اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد راح نحكي فيه اليوم عن الكربوهيدرات. كلنا نحتاج الى طاقة للعب والتعلم والنمو. من اين تأتي هذه الطاقة؟ جزء كبير منها يأتي من الطعام الذي نأكله وخاصة الكربوهيدرات، قد تعرفونها باسم النشويات. الكربوهيدرات هي مثل الوقود لأجسامنا، تماما مثلما يكون البنزين وقودا للسيارات. عندما نأكل الكربوهيدرات فإن أجسامنا تحولها إلى أجزاء أصغر، وهي بشكل أساسي الجلوكوز. الجلوكوز هو نوع من السكر تستخدمه خلايانا للحصول على الطاقة. تخيلوها كالكهرباء التي تشغل أجسامنا، مما يسمح لنا بالركض والقفز وحتى التفكير. اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة على مر السنين نظرا لارتباطها بكسب الوزن والسمنة. سوف نقوم بالتعرف على حقيقة الكربوهيدرات في هذا الفيديو. بتقليل كمية الكربوهيدرات المستهلكة يمكن أن تحول جسمك إلى آلة لحرق الدهون، ولكن عندما تقلل كميتها فإنك تحرم جسمك من المصدر الرئيسي للطاقة والعديد من المواد الغذائية الضرورية. فما الذي عليك معرفته عن الكربوهيدرات؟ ما هي الكربوهيدرات؟ هي الأطعمة التي تتحول إلى جلوكوز بعد هضمها، وهذا هو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وهو مهم خاصة للدماغ الذي لا يستطيع استخدام مصادر الطاقة الأخرى مثل الدهون أو البروتينات بسهولة. ما هي أنواعها؟ هناك نوعان رئيسيان وهما الكربوهيدرات البسيطة متوفرة في الأطعمة مثل سكر الطعام والعسل ومنتجات الألبان والفواكه والعصير. الكربوهيدرات المعقدة وهي سلاسل طويلة من جزيئات الجلوكوز، وتوجد في منتجات الحبوب مثل الخبز والرقائق والمعكرونة والأرز، ويمكن تقسيمها إلى كربوهيدرات مكررة وكربوهيدرات حبوب الكاملة. ما هو الفرق بين أنواع الكربوهيدرات المعقدة؟ جميع الكربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز وترفع مستوى السكر في الدم، ولكن بعضها يفعل ذلك أسرع من البعض الآخر اعتمادا على محتواها من الألياف الذي يساهم في إطلاق الجلوكوز للدم ببطء، وهذا هو الفرق بين الأنواع. الكربوهيدرات المكررة مثل الرز الأبيض والمعكرونة البيضاء تمت إزالة المواد الغذائية والألياف منها. الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والمعكرونة القمح الكامل لم يحدث لها هذا. لذلك فإن الجلوكوز من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يدخل إلى الدورة الدموية بسرعة أكبر من الجلوكوز من الحبوب الكاملة. ماذا يحدث للجسم في حال عدم تناول كميات كافية من الكربوهيدرات؟ إذا كنت لا تتناول كميات كافية من الكربوهيدرات فلا بد أن يستخدم جسمك الدهون والبروتينات من أجل الطاقة، لكن لا بروتينات ولا دهون هي مصادر كافية للطاقة، وهذا ما يحدث. هضم الدهون: لا تهضم الدهون بشكل كامل عند استخدامها كمصدر طاقة، ويتم تكوين مركبات الكيتونات وهذه حمضية قليلا وقد تراكم في الدم لتجعله أكثر حموضة، ما قد يكون ضارا مع الوقت. هضم البروتينات: وظيفة البروتينات الرئيسية هي أن تكون وحدات بنائية وليس إنتاج طاقة، واستخدام البروتينات من أجل الطاقة يمكن أن يقلل من بناء العضلات والخلايا الأخرى. كيف تختار الكربوهيدرات الجيدة؟ تخطى عصير الفواكه واذهب مباشرة إلى الفواكه. تناول فواكه وخضروات متنوعة كل يوم. قلل من كمية السكريات المكررة مثل شربات الذرة المرتفعة وشربات الذرة والصبار الأمريكي والعسل والسكر الأبيض والبني، وتوفر هذه عادة في الكعك والمخبوزات والحلويات. اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان ومعكرونة القمح الكامل وخبز القمح الكامل. ولكي تضمن أنك تشتري منتجا كامل الحبوب إليك ما يلي: افحص قائمة المكونات، ابحث عن كلمات حبوب كاملة 100%. إذا رأيت كلمة كاملة أو حبوبا كاملة موجودة كأول مكون فغالبا ما سيكون المنتج كامل الحبوب، ولكنه يحتوي أيضا على حبوب مكررة. لن تخبرك المكونات بالكمية، لذلك اختر المنتجات التي تحتوي على كلمات حبوب كاملة 100% في قائمة المكونات. لا تعتمد على مقدمة العبوة أو لون الطعام. ما العلاقة بين الكربوهيدرات والوزن؟ من المهم إدخال الكربوهيدرات في طعامك، ولكن لكي تتجنب اكتساب الوزن إليك ما يلي: انتبه إلى نسبتها في طعامك. حاول تقليل كمية الكربوهيدرات من الأطعمة الآتية: البطاطا والبازلاء والقرع الشتوي والأرز والمعكرونة، وتأكد أن ربع طعامك فقط كوب واحد. ويجدر التنويه أن الكربوهيدرات هي المصدر الأكبر للطاقة والمواد الغذائية لأجسامنا، ويجب أن تشكل جزءا من الطعام الصحي عندما يكون الهدف هو فقدان الوزن. وعند إضافتها يجب الانتباه إلى نسبتها في الطعام، ثم اختيار الفواكه الكاملة وتناول الحبوب الكاملة. أنواع الحبوب الكاملة التي ينصح بها:
القطائف تعمل كعصيدة دافئة في الصباح أو تخلط مع الخضروات. الشعير يستخدم في الحساء بدلا من الأرز أو المعكرونة. الأرز البني يستخدم بدلا من الأرز الأبيض في المأكولات. الكينوا أخلطه مع الخضروات لإعداد السلطة أو القلي. حبوب القمح أخلطها مع الخضروات لإعداد السلطة. ومنكون هون وصلنا إلى نهاية الفيديو. تذكر أن الكربوهيدرات جزء أساسي من طعام غذائي صحي، لا يجب تجنبها تماما، بل يجب اختيار الأنواع الصحيحة باختيار الأنواع والكميات المناسبة. يمكننا تزويد أجسامنا بالطاقة ودعم صحتنا العامة والاستمتاع بالعديد من الأطعمة اللذيذة التي تقدمها لنا الطبيعة. تذكر أن التوازن هو المفتاح. لا تنسى تشاركوني آراءكم بالتعليقات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ونشر الفيديو. أراكم في فيديو جديد. مع السلامة.